عزيزي المستمع زي ما عنده بيقول في شرايط شعبان عبد الرحيم، ما احناش هنود ولا تراكوة ولا كل يوم نشتكي شكوى، يا المخنة يتصلح حالها يا نسيبها ونرجع للمكوى. موعد ولقاء نجم المنصورة الأول، موعد ولقاء مع آخر حبة من حبات عنقود الموهوبين نجم السينما العربية. الموعد واللقاء لو انت تعبان ومرهق ارفع عينك للسماء واسمع جناب السفير عمرو عبد النجم. يلا بقى هتسلي مين في الهواء وتفكيرك احلى عريس يعشق عريس. Yeah.
واسمك يا صاحبي لوحدك يا محمد. تعال يا صاحبي، تعال تعال تعال. حق مصر، حق مصر، حق مصر. الليله ليله تسيب نفسك. استنى فراح فين؟ انت عم مرة جايز يا عم ولا ايه؟ يا عم وفق صلى على النبي، الليلة ليلتك وهي ليلة يسأل مجرد. احنا صلى على النبي يا جماعة. يعني على قديم وخريب عمال ايه بقى؟ صلى على النبي يا جماعة. خصيبك سيدنا النبي يوم القيامة اللي تقدر تقف تفرح العريس وما تقف. من الآخر. بص بقى يا عم مين عايز يفرحك وانت وحلك، الله أكبر. خصيبك سيدنا النبي اللي تقدر تقف وما تقول تقف. واللي يحب النبي يجي Yeah.
الله.